لليوم الثالث على التوالي تستمر شاحنات المساعدات الإغاثية في التحرك من أمام بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم بعد تنسيق بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة لدخول مؤقت للمساعدات من هناك. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة وننقل لكم الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية حيث تدخل المساعدات في اتجاه معبر كرم أبو سالم. هذه هي الشاحنات التي تخرج الآن بعد أن أنزلت حمولتها بالفعل داخل رفح الفلسطينية وتحديدا التي سلمتها منظمة الأمم المتحدة الأونروا. هذه الشاحنات تدخل منذ يومين، أي اليوم هو اليوم الثالث لدخول هذه الشاحنات وتفريغ الحمولات المختلفة سواء كانت من مواد غذائية ومستلزمات طبية وغيرها من المواد المعيشية التي من الممكن أن يحتاجها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جاء هذا بالطبع بعد التنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدخول هذه المساعدات مؤقتا عبر معبر كرم أبو سالم. المساعدات المتفق عليها هي 200 شاحنة في اليوم محملة بعدد مختلف من المستلزمات الغذائية والطبية. بالطبع يدخل أيضا مع هذه الشاحنات شاحنات للوقود والسولار تحديدا، ولكن في اليومين الأولين عادت هذه الشاحنات المحملة بالوقود ومنعت دخولها قوات الاحتلال من الناحية الخاصة بمعبر كرم أبو سالم، مما أدى إلى توقف عدد كبير من الأماكن الصحية ومنها مستشفى الكويت في رفح الفلسطينية الذي توقف بسبب عدم وجود سولار كافي وأيضا بسبب القصف المستمر لقوات الاحتلال على المناطق المحيطة بهذه المستشفى. نتحدث أيضا عن استمرار للقصف المستمر في عدد مختلف من الأماكن داخل قطاع غزة حيث لم يصبح أي مكان آمن في قطاع غزة حسب الأونروا. وتحدثت أيضا عن نزوح 1 مليون مواطن فلسطيني من رفح الفلسطينية، لكن هذا لا يمنع استمرار فتح بوابة معبر رفح المصرية لإدخال هذه المساعدات المختلفة وأيضا اصطفاف سيارات الإسعاف لنقل المصابين الأشقاء الفلسطينيين ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. إلا أن بطبع حتى الآن قوات الاحتلال تمنع خروج المصابين الأشقاء في فلسطين. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم مرة أخرى.